Халхардарды, что дезалду суннатях, иламза хасум, вянна, иламз ити 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 إذن سنده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ديال إلسن سحابي خانج أبو هريرة تزديد حديث بهندوش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء ألق ديال إلسن أنت أن لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه بيمر يوخ صلى الله عليه وسلم تسان خوري يوخ إذ إلامز حدرقي حلقي دعوغر ملدزد تسان حبول ببيد ملباق بو تحبول بملباق بو تسان خوري شيلي يحاجلي لي جوبر سيتيوخ تا اوق خلق والغير جوبر جو بيمر صلى الله عليه وسلم التهجير يغر هو التبكير للصلاه يعد والله لام ذا سك داوود شكو تشي شي خنا حلق غيو جو خان شو داوود يعد دس اشت سلف يغدوت رضي الله عنهم اج سلف جي اقديك برج بق ديال يلتن اصحاب اش تحبي خرج تاندي تحبي خرج يلتن زام يلتن اصحاب زام على يوتيوب مش ديس صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كان السلف يحرصون على التبكير للصلاة سلف جه تلامز جه حلخي دا بغردي تنجاج أصدر خم سيد بن مسيب غدوت رضي الله عنه قال سيد بن مسيب يرديال إلشن أصحابش ترق العلم حي تاجره تابعين يخصقوز بوح قبوش تابعين وسعيد بن مسيب قال ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأن في المسجد يغتو أذان دي جوز مؤذنو وقاء اتشرا أذان دي أداح تسمان يوخ سوتي ماجي جواه وارمر وقاء اتشرا أذان دي أداح تسمان مؤذنو أذان دي تسقو سوتي ماجي جواه وارمر سوتي ماجي أس أذان دي أدوخ شمال يوخ أذان دي لا ماجي جدا إخاو سيار دقس اشتيان تسو وقال أيضا ما سمعت تأذين في أهلي منذ 30 سنة وقاء اتشرا سيد أغد سيد ديز لايقي واجه أذان هم خزا داح تسمان ماجي جواه غدي خد أذان جاه دس اشت خنب سلفش في السنة تغدى لامزا اي لامزا دعود جو سك يقدو مولدو لامزا چو دواش دير ان يخرج من بيته متطهر لتكتب خطاه شي لامزا دعود شانا لامز اي تاو ولوش از ماجيك دعوار سنة دي مثلا حلقة تاسون بان ماجيك حيث داز لامز ان تو ودش شي تغ لامز اي تاز دعوار ديال ديال سنة تغدى صلى الله عليه وسلم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريرة تزدوس ديال ديال شنو ان ديال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بدا 20 درجة فيمر يوخ صلى الله عليه وسلم قونا شو جماعة دعوة ماجي ديش دوش دو لامز سو دو دوش 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 ميالغا سو شي تغ ديش لامز اللي يه بازر ديش لامز اللي بلخ ادق ويتان سو شي بلخ ديش لامز اللي درجل سولينخ دوخا ميال سنة صوب وقت دوه نيو بيمر صلى الله عليه وسلم وذلك إذا مشت تخوين داخل يوتشن صلى الله عليه وسلم أن أحدهم إذا تودى فأحسن الوضوء مثلا تسقو دعوة لامز إيتسو يوخ شي لامز إيتسو خزو تسو يوخ ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة تأخي لامز إيتي إيتي ماجي دعوة جو سماجي دعوة جو دعوة جو حمد دوه لامز مارا ده جو بيمر صلى الله عليه وسلم مثلا بازر عوض جو واسا ماجي سن وسقو سو كيج لا سنعك سن يخكر يتر دي ديج وسن ماجي واشك دي انت واه عوض جو واس يوحن سان شي دعوة جو خانا ديال دوه جماعة وقو سو بزنا سن ده إتا لامز ده جان عوض جو جو بيمر صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا الصلاة سك دعوة جو خانا لامز دي مار نقد دوه جو واس فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة سو تحقق عمل وزبات سو تحقق عباقب مبات سو يوح بيمر صلى الله عليه وسلم لقنوش دالت سن درج لقدو حق جمار شينغرك عمل وزبوغة هنا دل قرق حدرج لقدو حق جمار يوح بيمر صلى الله عليه وسلم وحط عنهم به بها خطيئة سن دال سو عمل وزبوغة شو كو قد ثانية سن دال تحقق عمل حق جمار حار سو دابو حق جمار دوحل دك دائياج ديش تدرج لقو حق تحوو دع دوا ديج مارد عوق واحد سنة جو بيمر رسول الله عليه وسلم حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه جو بيمر رسول الله عليه وسلم اشت دعوة قوهن زغان اش دعوة اش دعوة قوهن زي دعوة تغوى عبلو در ثانية سنة درج لقد واقش شينغرك اشت قد دعوة قش از ماجي قد عش خاتشو تيوخ بيمر رسول الله عليه وسلم